الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إن شاء الله أنا بلابني نساكا كتابك العقيدة الواسطية والدولة المقرر بها كتابك نسيد مقعيسة كم وقتا والعقيدة الواسطية. واسطية لو نسبي واسطية والنسبة إلى واسط، واسط نوع مجاله معروفة أو كتالة عراق كتالي. صواب لو نسبي نوع حوي يقف كشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عالم كجليل ك مؤلفات كيسوية إنت كذا البطيء كتاب خاص إنه أقرأ عقيدة أهل السنة والجماعة أو عن نقاش كل سعني أنتي صافية معنا وأن لسعني أدل الذي هي تقرير كي هنا وأن لسعني نقاش إن لا قالوا عدة أيه مركا كو خلاف سنة أهل السنة والجماعة إن وصل خلاص أيه شيخ وحكى طلبي شيخ معروف أها ورواسد أها شيخ سيقول لورنجري القاضي رد الدين الواسطي ومن علماء الشافعي وها حق مذهبك نين قاضي نوها نين صالح نوها من أهل الخير مركا الشيخ هو بكل واحد نصف ولا سيسا عقيدة أهل السنة والجماعة وإن تبضن الشيخ مؤلفات كيس وحي مركا أبضناي إنه لن نقاشه ضد يوقف كو خلاف سنة أهل السنة والجماعة مسائل كعقيدة إنه الله نقاشه نقاش واحد لو قد جيدا يقى الشبهات كودو كان يا مرقوري وصدا سيدا هدين بوران يا كل كاسو كجوابي يا مرها دي صدا أي نقطانا داول ديران يا كتاب ووينان يا إذا واحد كجرى نقاش بكجري لكن تنوى تقرير كلي وخلاصة دي مسائل كعقيدة وحي أهل السنة والجماعة كامي سنين يدليلك marka waxaan ku jirin niqaashkii baan ku jirin taabu sheekhu ka dalbaday sidaas aan loogu nisbeeyay aqeedada waasidii daayibka ka soo dalbaday halku deganaa weeye in badan kutubtiisa sheekha waxa loo bixiyaa magacda cidii ka dalbatay oo inta badan taaliifkiisu dalab uu ku xidhnaa marka laga soo dalbo ama su'aal la soo weydiiyo ay marka su'aasha dekaa kitabka alifi jiray waxa kamid ah aqeedada tadmuriyya تدمر دواء بلاد من بلاد الشام وعندك صوت البطيون عقيدة الواسطية عقيدة التدمرية عقيدة الحموية وحما حما ومن بلاد سوريا انت بطلت كيكا صوت البطي من بمركة الوغمة عدري كتبتي سواها اوهوين لو كتاب ومدن ليلة هذا تعارض العقل والنقل درء تعارض العقل والنقل وكتاب آدوين كاس كتاب كان واحد المنهاج النبوي في نقد كلام الرافضة في نقد كلام القدرية والرافضة أما في نقد كلام الرافضة والقدرية كتاب كان معدم كيسا شيء عضائي وكنا قدنا يا شيخ عقائد كود الفاسدك لكن كتاب كان درء تعارض العقل والنقل كسوى عقيدة دي والنقاش كينو كجربية انت بضانا طلبة العلم هذانو أقول في عن وأنو يقول هين علم المنطقة أو كله عقائد كنا ونصف في عن سود دراسيني وحوقع الحق اللغوي سناني لسنين أحبك بفهم ما يكاس ما دام علم الكلام كيقول حجرو كادر وتعارض العقل والنقل كتبتي سمرك وكاس كان لكن مميزات في سواء شغنا عقيدة الواسطية وحوية وتقرير خاصا بس قواعدك عقيدة أهل السنة والجماعة أنت بدلنا وحضرك طنطان مسائل شبابن كودي معدة من المسائل وقعدي يا شيخ معدة من مسائل العقيدة هدو حكتري وهو حكوان وأنا ذكرت طنطان هديت هاي أسماء وصفات هديت هاي باب الإيمان هديت هاي أصول الإيمان هديت هاي باب القضاء والقدر هديت هاي مركع دمشي أدي وقدر كصوص كليس باب الصحابة هديت هاي خلافة دي يسلوك الهرية
مساله الصحابه انت بواتك وضعك انت هو احساسك تقيا مجرته مسائل كعقيده اي اهل السنه والجماعه كوي جماع سنه الكتاب كي السنه دون كوي يمدي قفك مركا خلافه قاعده كميد قواعد اهل السنه والجماعه كوي جماعين وحل هذا وصول المسائل وانا علمي عملي ما وصوش مسائل شواوين علمنا وين نقطة عملنا وين نقطة مسائل الوصول بغيرها أما علمها النقطة وعقيدة دي هكو تعلقتها أما عملها النقطة وفقية هكو تعلقتها قفك مركا ميد كاميدا كو خلافة أهل السنة والجماعة أيا كو بدعوبة وبدع مركا لغو حكومة إما هسدا وقت كان ما انتجو أي نقطة ببدعه إني تدقاري شان بدي ديسك هايستان وكي دونا أنا يكون رفتان sida kuwa kalena waa haystaan shaambada takfiirka hebel waa murtad hebelna waa kaafir ayay kuwa kalena hadii jar waxa uu haystaan shaambada tabdiic dadka saaxada ku jira daacwada wada intay doonaan bay ku dhuftaan shaambada waa mubtadi'u idan kuna annagu ahlus sunna wal jamaa'a kaliye muslim baa leena kaas waya kaliye baa ayaa xaq ku taagan u jeeda لو مدي دنا أهل السنة والجماعة لكن عدك لو حد جديد يساعده هو هنا ترى هذا أصول شيء عقيدة ده أصل كاسات خلاف طي أضاف عضين يين وخلاف فحينئذ تبديع مركا لكن تبديع عنده هاي سنين أصل دليل شرعي أنا عنده هاي سنين سداد قف بقول للجن qofku waxa la yiraahdaa waxa uu sheeganayo waa adciyaa iyo iska sheegasho ilaa uu bayaaniyo isin weeyaan sheegashada ahlus sunna wal jamaa'a adu aad si gaar ah u sheeganaysaana ni shaaciira wuxuu ku kulumiyo dacii waslan lin leila wal leila la tudru lahum bidak cid waliba waa iska sheegataa waxa markuu cid waliba sheega iska sheegato laakiin kii kale wuxuu ugu diidayaa inuu meesha haynin dee waxa weyn waa kalaam faaruq weeyaan in badan baan qaar ka badan aan odhan jirnay bal waa yahay waxaad jamaacaadka dacwiga maanta dacwada waxa aad ku tabdiicinayso eed kaga saarayso ahlus sunna wal jamaaca dariiqadeeda noo bayaami mayna sheegi jirin qaarkoodna waxay la yiman jireenba qaacida aan salba lahaynba laa asla lahu oo ah inay idhaahdaan qaarkood macnaa dhegahaygaasaan ku maqleeno wax layga waramaya maa إن ويري قفك وحن كبير عينيا وشخص بيت هاسي حيد وحويا وحن ركي سوى معانا قينا أي أو سلامي قف أهل البدع على الضاقيات قواركتين قف أهل البدع أي الله سلامي أما اللي معانا قي هل قفك يسوى نوك قبير بور ميلك تريبا وحويا كل كات سلامتي كل كات وقت يسوى قد بسي على شادنا كاقاليسا qofka korontada haysata hadii la qabsado adigana uu ku qabsata korontada saasa kale lagu arkay in daliil samicna biudunina wax waadixan u joognay weeyaan oo aan cidna ku been abuurinay tii way socon weydi maanta waxa been maqlay kuwa culimo oo leh markay baabkaas uu cayn soo xidhmayo uu noqday in dadkii wax kale lagu tabdiiciyo la waayay sababtoo caqiidada ahlus sunna wal jamaaca waa lagula haystaa uu soo sheediyo ay qaarkood ilaahdeen muwalladiin kuwa la yidhaah baa jira muwalladiin oo waa maxay talo muwalladiin asmaa oo sifaatka way kula yaqaanaa baabka la yidhaahdo baabul cibaada oo tawxiidul cibaada iyo tawxiidul uluhiyana way kula yaqaanaa kolka masalatul sulda la yimaado ama xukaamta ama imaamada marka la yimaado markaasuu kugu khilaafayaa uu ku leeyahay aimada waa lagu bixi karaa waana lala dagaalami karaa suuqii hore markii jawaab loo waayaa la raadinayaa jawaab baa la raadinayaa lagu baxo laakiin dee kaa socon mayso hadda halkan waxaa fadhiya waa dalabatul cilmigii macaad macaahidda dhiganayay weyaan qaarkood dhammaystay kuwa ku guda jira kuwa hore uga baxay inta uu iskugu jira culimmadu iyo waxa weeyaan inta badan waxaa muqarar ku ah macaahidda sharciga kitaabka lada caqiidatu taxaawiya
مقطع واحد كجرة كتاب كاسية ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاءوا ورسوم إذا سودا قادم ما اعتقاد سنين هدان أهل السنة والجماعة نحي إن أنكو بحنا أي مضى أي مضحظة وان الله تعلم وانكو هرتبن ويفوضي كينيسة إيه وولاة أمورنا هو أمر كنوحي وإن جاءوا جور بها سمعيان أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا عدالة بها كبحان إلا إن قال لما واضح الله وارك مويان إن كسلونا ديتاين تا ما لك لها كقهد لي لكن مقطع عنو كدرين تحاويد أني كدرين ساسا يرتد الله وشرحا أنو مانا نعرق ساحد الدعوة يضد كون نسبة شاك تدعاد مانت عالم الإسلامي جوغا إلا كوا خوارج دأيه مويان كوا سيقود بابك مجرين وقفك المسلم كان لي جيسي يو حالة شذي كوا وحن كاهين عدتي عقيدة يدو وحويان إن أنكوب إحنا أي مضوا الله دع على الله سلا سلم بتقد كيو ويا يو أفكار كذا واقعية أما يو قرال كسو قد به لما هيو لكن وح مبرر الله سمعنا يا أنتي أهيد هذا العقيدة أنت أهل السنة والجماعة يا مسيح والهلا مسيح يا الله سمعنا يا ما لك قعر لكن سوق قاسن هنا نشغين بان مالنا يا ونسيدي سمركا مصر عليا ما المرة ما نقنعي ما المرة ما نقنعي ما بنانا الخروج على الأئمة وولاة الأمور وأنا عقيدة أهل السنة والجماعة وأنا مسيش ووين كجرا هكنا ينقارك الدنيا مركا تحسنا يدس عن ميسى وح كلا عندنا هالرجال هذيو وضد كل هو بدعي شان بدي وحنا منا يعني إسكسي دمانس إسكسي جبوه بيسان منا يعني تو كلا هالرجال تو كلا لو قف طبفك نكاس عن ويدي يعني درسي كمان كأوصى النقطة وانس كبل عباني نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما هذا إلهي بالي بقول الشيخ ما هذا إلهي أياله الذي الله حسيه أرسل رسوله بالهدى رسول كيسة محمد عليه الصلاة والسلام الله صادري بالهدى هنون وهنون سر رعي هنون بالله بالعب سبب طاع ده هنون يهنا طريقة وصعد قبسطه والنعم ينكوه وين إلهي وبحيه سبحانه وتعالى وأكبر نعم إلهي نعم كيسة لما صبها بكرم لكن نعمة الهداية نعمة كوني مجرد إن دي الله يساق الله قلانت ولذا أرسل رسوله بالهدى هنون أيوس الرعي قفك قبصلا وكو هنون عيو إيو الدين الحق دين تحقه دين تحقه هنون كينكو جنة كاسبا مهد لي ولذا أقول إلهي كم هذه النعمة ينكي ستيو وويني وآهين أضوم ديسة عد حق قبصته إلهي وهداية لطونا أي هنونت وهي أكبر النعمة ليظهره سوء وحجي وقالظاهري على الدين ديمه كلا أردن كله دمان تيد وديمه كلا إيه بدنا إيه وقت قال العابد الجري إلهي مركا لو قد واجري إذن يقول الدين تبحيو صمينا يانون وتقرب وكل إلهي بيكو أيان كل عابد النبي ليه سيد ديمه كلا أردن لوغا الظاهري ويتحقق بصبح وكفى بالله إلهي بان كفلا رسولك عليه السلام شهيدا من جهة شهادة أي وكفى الله شهيدا عمالي لو نجري بعد سائدة للتأكيد حق إعرابته محل قماله ومرك السائدة لليه قرآن كان الصلاة لله تأدبا لو مجيده وحوية سائدة مرك لليه ولجيده معها وشيء لسك السيادية كلامك ولو قطع عربيد مجرته شيء ليس كسيادي هون معنى لهين مجره لكن مركز سائد إليهن علماء ونحاط وحيو قلت جيدا حقا يعرابتها هي سائدتها وهي وكفى فاعل كيد واسم الجلالة وكفى الله إذن بعد مركز يعرابتي مالك ما حيصد لكن معنى سيادي نيسا وعتكين شيء عتكين نيسا وهدو قفك هذا وكفى الله شهيدا إيه هدوه وكفى بالله وكفى بالله بقى معنى ده وكحيل ده إلهي بقى كفلا نبي محمد وحنون الله صادره يدين الحق إنه دينتي صحقته
وديمها كلو دهني بادل يهين يا مرغوا الهي عيد الهي مرغوا نقطه كو حق نمديس ديا كلو مرغ لوغه باهين هي عيد كلو لوغه باهين هي ما جرى وكف الله الهي وكف النبي محمد شهيدا اي من جهه الشهاده يا مرغ انه حق وحو كسوده حق يهين اذا عيد كلو مرغ لوغه باهنيا ما جرى تبا الهي وكف الله وأشهد وحق الله قري يا شيخ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى حق له عابدين المجرين كل يوم يعني لا شريك له عد له وذاك تمجرت شريك ماله حق أسماء هي صفاتك حق ربوبية هي رب النمط حق إله النمط هي عبادة نوال حق كمالك لنا عنا عد له شريك له مجرت كان مركا وحوي وانقري إقرارا به إقرارا به وملي الرجل مستر مؤكد لمعنى الفعل معناه فعلكم بعد كيني إذن فعلك وصوشا أشهد بها كنوا إقرارا ولذا مورا شيخ وأشهد به إشهادا مورا تاسي وحي نقولنا هي مؤكد للفظه لفظه سيمعنه سوى مركا بعد كيني لكن هذا وكل الله ذكيه وحوري إقرارا به أي أقر وانقريا إقرارا به قرد أنقريا أي أنا إن كان قريا وتوحيدا ووحد توحيدا وان كليين يا كليين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحكرم قرى يا محمدين أدون كيلاهي بيه رسول كيلاهي صادرين بيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مسيدا يا رسولك أيوك سلي عليه الصلاة والسلام يا آل كيس يا سحاب ديسي وسلم إلهيها بدبادي تسليما بدباد مسيدا معنى مسيد هو ومستر ميميا معناها مستر ميميا هي مستر كاليد واسكو حق معناها واسكو مضغ معناها هبت بادي بادين بطن. أما بعد انت هدين انت اين صو افتتاح عبرية مقدمة داس هي مهدى إلهي أن معدن هي خصلك رسولك عليه السلام أن خصلنا هي توحيد كان صو الشاقنا انت هدين فهذا تنبيل مركا هذه جرى اسمه إشاره شيء محصوص أنكم مرة أو كهري على، فالمرك قارب بروح على إشارة شيء ذهنك كتيرة أو أولي أنا تقولين، أول ما ذهور فهذا هو كوي أورنجي، أما هذه شيء جن أولي ما يقولين به، أظن ويبقى مركها بالعبيان، يعني. مركا إشارة واحد كده حس كده عيسى برد بما في الذهن، واحد ذهنك كتيرة مركا يقارن طانته مستقبلك، فهذا كني، أن قارن طانة اعتقاد الفرقة الناجية. فرقة بدبال سن عقيدة ذوذية اعتقاد الفرقة فرقة اعتقاد كذوية فرقة دي الناجية بدباليسي المنصورة لوغر قارعي إلى قيام ساعة إلى ساعة قيام عدعيس فرقالك الله وصفه كسفه يا شيخ ضعيفة بدباليس صفة الناجية أو أمد بدباليسي نيته ما هيك بدباليس عذاب إلهي عذاب إلهي هدد كبد بعد فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز بد بعدك وين مجرد منصورنا ولو قرقارية ودون كنت جوكتو ولو قرقارية آخر لكن عدو بمجرد إلهي بالسكوة الإيبية لكن انت دون كل جوك عدو اللوية انت إلهي وقرقارية وي مركا إن ضعيفة منصورة إنه تهي ناجية لبدا صفالك كسوقات الشيخ وكشر حقوق الشيخ كل مطلق قبل ذلك هاي ستان كتاب شرح بدون قوله في عندنا المقدمة ده قتل معنا وقت قال نقول يا ردرتي شرح ده أدب بدن تي لكن أنا شرح ورون ملخص كع علماء دي مركب وحوي أنا قانط في عنو لها باب كنا يقرأ وح كم ده شرح العقيدة الواسطية العلامة محمد خليل هراس إن قاركين هاي ستان والله جيا وأدب في عين مانا شرح ديرنا ما كينا مركا الله بضب واك شرح وسطك وقول شيء منصورة وحلق سوقاتي حديث متفق عليه حديث كاسي أها إنه رسولك عليه الصلاة والسلام يقولي لا تسال طائفة من أمتي على الحق طائفة ومضي ذا كامدي كسوي لميس إنه حق كتاقنات منصورة هي منصورة وميد لو قرقاني ضعيفة ومضي ذا كاملي حق كتاق ميس والله هلي مايو كون كان لقى هلي مايو
حالد أما وقتي كوال لوايو مجرتوي وكوي جوغون إلى قيام الساعة طائفة داسي منصورتهم هل كاسا لك سوقاتي لفتك طائفة منصورة وكوي لو قرقاري لا يضرهم وحيالي مايو وردبي مايو من خذلهم قفك هوجيا هو قوح اللو قجيلا أي ترك نصرتهم إلو قرقارو قفك كتاقا هو جنبالي وحبكا سيالي مايو حتى يأتي أمر الله إلا أمرك إلهي ويماد أمرك إلهي مركا ويماد هذا حديث كلا فصرت وقارم مركا صورة ما وهي صورة ما قاعدين عندك قفون إيمانك يسوي كجر قفك مثقال حب إيماني هي كجر تصورة وقوم دعيس مركا أمرك إلهي صورة اللي قوم فصره وهي صورة واحد ودعيسا شرار الناس تطبق هو وشرك بضنه سيدي أدلة شرعي كتب حتى يأتي أمر الله داسي وحديث كي كلوه كي بيامي وطبعي الإيمان إيسا وكاقا ليسا كشحيقا أما كليدا أما مركا كلكلادا ونفتك قادي سيوي مركا الإنتان إلا قوة يكون كوح الله الله إله وكلمة دابا كردا واقع مركا سيساعة قيام ودعي سي صورة قوة صلى الله وأفوف أيها مركا أمر كي إلهي كاوي إلا حالة دايلاقا قادا حق سان بيوتا أجناني يوي حتى يأتي أمر الله. إذن حديث كم حال لك قاطي طائفة إنه تهي منصورة محا هذي مركا إنه تهي ناجية مدبت باليسة إنه ناجية تهينا حديث مركا كان صحيحين كان أي أوري هو حديث درجة ديس وعي سرعي سده وهو متفق عليه أما حديث كلاية الماما إنه يهين ناجية هو بدبالي دروق بدن بولي دروق دي ساسي قاركود وضعيف قاركود نوا حسن حديث كان مجموعة الدروق يقول كل اسكوجي لا يقل عن درجة الحسن حسن كما يرى حديث كاس إلا علماء قاركود إلى هدين حسن نمدي سويس كرجارسين يسأل الله صحيح نوع لكن واحد أركس بعض المعلقين علماء قاركود كتب تعليقين يعني هو استقى قرآن حديث ضعيف إليه ضعيف كذا يجي ده دروق دي سكمل دها لكن حديثه ضعيف ما هو دروق دي سكوتكت حديث مشهور ومعروف نوعية بل درجة الصحة إنه قال أبن مركع أيه كبي يريبه حديث كاسي وحديث كوهل كان ينوبه شغي شرحه حديث كاسو ستف طريق هذه الأمة على 73 فرقة ومضني وحوك لبيح طنطا صدحي تضبعتهم فرقة ستف طريق هذه الأمة على 73 فرقة ويقول يهودية نصارى هانا لبيح تضبعتهم فرقة قابلك ويتضبعتهم فرقة إذن أمتنا كفر قبلا مد بيلا ديرتها سد حيث ضباطا في رغوك لبحي طونتا كلهم في النار لما انتوا من أهل النار إلا واحدة مد كليات موان تاسبك بالباليس وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأنا عدة كتاجن برسول كولي أنا وما توح عن كتاجن هي صحابة ضيق قوة وهي قوة بدبادية هذا بره روايات روايات كقارب كتب واحد هذا كلهم في النار إلا واحدة قارب كتب أنت في مطار لكن أنت تلمام إسا نجاة قوة أنت إذا ناجية بالي لما أنت ذو من أهل النار إلا ميض ما هنا لما كوي بدبادية وهي نك نجاة خلق الله قادني أنا وخلقها فرق ظننا دمانتود فرق قالا أما وفرق أهل السنة والجماعة عقيدة ذكو خلافة أصوش هذا اللي بيامي دونه أصل كم إذا أصوش وقف كو خلافة أهل السنة والجماعة أي مركز سوق العي لكن هو كفار لو مجي ردي وكفار لما رأى وحيد هذا العلماء طوائف ذلك نقول شيء غير عدة هذا هو كفار فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع كتابك هي السنة دي إجماع أبو خلافة ضد مسلمين ويان مرقى مسلمين النار تما قال يساعد عيد في المجرد ضد قارب أو هايسا مسلمين تردان إنه يجنة ضوضة قال يدوانا محق موعد كاد كاد ليسا بس حق قال يتان كهوري موعد كها أولو هو فقصين وموعد كودو جنة وخطن بين دوانا وقف من أهل التوحيد أو إن يرأو إيمانه أي كجرد أو نار تكواري يا مجرد لكن قال يدواري قف كي إلهي ودوانا ضنوب تيسيرو كغو ينهو قال كو إلهي كدافانه كبالبال عيد للمسلم نار ما قرأيه مجرد
لكن محل عرنا يوم كم واريا مركان مقر عليا يعني يوم كم واريا أنت ولا بكر مسلم فين أبوك على صورناه فكلهم في النار ما هو الجديد ويكون واريا ما إلهي بكرني أنت كجليا إلا واحدة مدبك مدباني سوي ويد أن أهل النار أن نقولين إذا ناجية أن هل قصوك شافه أبوك على صباح إلى قيام الساعة أهل السنة أهل السنة وحي بدل كتاي الفرقة الناجية إذن اعتقاد كان له أي الله يدافع أهل دون بدل بيكون أقل أهل السنة أهل السنة هذا ترى لنا دوينا بيبتدوس وقدرت وترى هذا هو أهل السنة وأهل السنة أهل السنة هذا ترى لنا أعني أهل السنة أهل السنة الجيدة هي والجماعة وهو هو مركبة بادية طيب هذا منصورة دي وطعم وهو اعتقاد هو ضميرك هالكون قنية اعتقاد كاسي هل كانوا هذا وكب العقية هو اعتقاد كاسي الإيمان بالله وين ذي الله الرميس وملائكتي ملائكتي سنة وين الرميس وكتبه كتب هي ورسوله رسول شيء الله وصادره وأركانتي إيمانك والبعث بعثي سنة وين الرميس إستصاصار إن لا إستصاصار أيه بعد الموت لمشك بعد هي والإيمان رمين الرميس والإيمان بالقدر قدر كين الرميس خيره كيس خير كا هي وشره كيس شرها مسائل الإيمان ومسائل كوهو العلص مسائل كني عقيدة باب قالوا نكو كيني دوني ومشي أدل لي مركها إلهي وحو قدره خير هي شر بولي حق قدرك حق فعلك إلهي مركان أيقنو إلهي وشر سمي الله رمي حق إلهي وحكمة لكن وشر مركا لك أيقاي حقاك waxaan jecelayn baa kugu dhacay xaqaaga waa shar waxaad naciib tahay ayaa kugu dhacay xaqaaga waa shar waxaad jeceshahay baa lagu qadaro kugu dhacay xaqaaga waa khayr idan waa jeceshahay xaqa ilaahay iyo abuurkana idan ficilkan ilaahay baa abuuro qadaray xikmad buu ilaahay u gala jeeda xikma marka min ficilillaahi ma aha shar waa hadiis baa wuxuu yiri rasuulku wa sharru laysa ilayk sharka laguma nisbeeyo marka hadii loo soo kan hadiskuna khayrihi wa sharrihi dawa nisbi wa haqa gawi shar haqa fi'lullahi wa hikmuhu idan ilahi hikmu bala jeeday shaytan ko maada tu shar'a shaytan ka khayr meel lama ka soo gala shar ka maadadiisu waa maxay wa shaytan ka ya abuure ilahi ba abuure idan ta tra ka warran ilahi shar mahd yu abuure on meel la khayr ka soo gali dawa qaldan tahay sababtoo ah شيطان كوحش وشر بالنسبة كعادي جاي اللومين تو كلومين هي لبته وكهر سيدعي لكن بالنسبة فعل الله حكمه إلهي وبلش إله صواب توح كجالسين يا شرني ما دي سوى مادة ديس لكن هو حكر رتب معي وأهين أولياء الله له له جنة ضقف مرخو قالوا ما بلاش بوك صار قال مسا شيطان كي بوك جوليس هذا شيطان كي بوك جوليس إذا وان مسائل القدر ما مفارقة طال لنا مركا شركا سوى نسبة خيره وشره وين الرميس هو من الإيمان بالله إله والله رمي وحكم ذا الإيمان بما حقنا واسماء وصفات كبوكنا مسألة ده هروح كجهدي أركان الإيمان مسألة ده نوح ويان مسألة واسماء وصفات معتقد أهل السنة أهل السنة وحكيج معسيه إلهي وهم نفتي سكسي فيه أما النبي محمد عليه السلام سكسي فيه ومن الإيمان بالله إله والله رمي وحكم ذا oo soo galay idan wuxuu ku bilaabay masaa'il iimaanka al iimaan billahi ilahi wa rumays ta ilahi wa rumay asmaadi sina wan diiday iyo sifaadkiisa isma qabanaya ma tumayn wi walida asmaa wa sifaat ka ku soo hoos galiyay sheekhu min al iimaan billahi dhu qutar wa hakamida ilahi oo la rumayo al iimaan ina rumayso bima wasafa bihi nafsuhu bima shaygi wasafa ku sifayay bihi شيخا نفسه نفتيس وحي إلهي نفتيس وكصف أيه في كتابه كتاب كيس كتاب إلهي وكصف أيه نفتيس وكتابه كجرته أما حديثه كجرته أيوات إيه وماك وصف به رسوله رسول كيس وكصف أيه إلهي إلهي نلا وضع نفتيس إلهي وصف أيه رسول كنه وكصف أيه وكصف أيه صفات كيس عدك لو إلهي صف أيه سامي جرته ويادو إلهي وإما إنه رسول كسفي رسول كنها ودي سكما هدلين
وما ينطق عنه عن الهوى إن هو إلا وحي ووحي حق إلهك. مركو أنت قوت المامي أي وحكم من غير تحريف ولا تعديل. وركو قوت المامي أسماء وصفاتك أمراض باطنان أمراض كل عدد جرت وهلسة وإتهاينة كالدكتونات وكواني من غير تحريف أدون لي حين لفتك وان تحريف كسميني يسيدا اللغضة ووي مدي كدينه من غير التحريف كوكا تحريف كان حق اللغضة وشرح كوكوت المامي طوانا ولا تعديل إيا أدون ديدي تعديل كوى الديدم صفة ديبوى الديديسة ما لها باتي الإلهي لغو مرا صفيناه بدل كيدي كان ما يبدل لما تشيه أصل صفة ديبوى الديدي تام حالا إلى مرقا تحريف بكالوران تعديل بالوران تحريف لكن وهو شيء يضحك على كفاصرت مثلا القدرة أكل يد الله بل فوق أيدي يد بإلهي نفتي سكسفي رسولك كسفي قرآنك كجرتا وأضعي لامك يد وحل لجينا القدرة هي القوة هي لجينا وجاء ربك ربي قابا يمدي مجيغا يهيماتنك إلهي نفتي سوسفي وجاء ربك نبي محمد ربي قابا يمدي والملك ملقنا وطلع وعطفه وملائكتنا وإيمانه مركز هذا ما إلهي هو صفين ما ينعمات هذا حضرنا سوى جاء ربك وجاء أمر ربك وبيه أمر كل ربك هذا يمدي إلهي بيمدي معه إذا ربك هذا مجيء إيماتك وإلهي نفتي سوى يدافي هذا أمر بخارج أمر هو يدافي وعدة تمدي وأمرك وإلهي ما يبلي تسوى تحريف لكن تعديل قوى محي وأضيل هذا ما إلهي مات ومصفين يانو يدنا ومصفين سمعنا ومصفين ومشي قاي بصرنا ومصفين أنت مدنا وموكل وتعديل وديد مهم كاسي صو بدون تبديل بدل كيدي مات كيدي تحريف هو أضيل بدل كيدي كينا لكن سري وها ما هسك هلا كتل ما قال لبدا حمون اسكا الهال تحريف هي تعديل تاويل مو ورن شيخ تاويل لما ورن تاويل هو خي سوو جيرا كسن او فيعن يكون اذا قرضنا سب وتاويل اسماء الله اسم كيف تاويلينيس اورن ما تاويل ما تحريف بكاس وين الشيء ما قيسه كما قال تاويل هو حويان حق يا باطل بقوليه مركو شيء بالدليل هايستو إن لفتك سيدي سهدات كله يسو لكن لحين تهد دليل أضوها يسو تأويل بغير الطاهر بالتأويل وين يكون يسول الفقه في صوقات إيقا تصالحان وحبط أخر ذي وإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنك الظاهر كاللفتك سواء محي قرآن وإذا قرأت القرآن قرآن كمركات أخر ذي إذ مصحف كيس كلها أبطل إذا هلك عدكت فاستعيذ بالله من الشيطان قل كأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صاصة يسمر هذا بلا بيسا داخل ذا القرآن كو إذا قرأت تقول قرأت وفعل ماد ومر كان ضمي سر كفار وضوي إذن لابد هلك أنه كلا وينو تأويل مادا حان رانا إنا مركا وإذا أردت قراءة القرآن واسد أوي إذا مركا داخل ذا ما هذه لو هذا واد أول شيء هاوان أول لكن واد دليل وتأويل دليل هيستكن أو صوت عن الشيطان كإله يقول مجن قليه وين أنو يستشويشين أن تام القرآن كآخره إذن دليل ما هي تأويل كاسم يسمى هايست هو هايست كاب تأويل لا وتأويل سح كاس كان إذا دخل الخلاء رسول الله أمركم مسخشة قالوا أيو رجلي اللهم إني أعوذ بحالة الله ما وقلا بين هذاش أو أمركم قال أيو دليل لا والله هي صوت وجوده هذا دل ما أقول إن ذكر إله له صوت قال تأويل العين كايا صح نبوس كوجرة كأن دليل هي سنة ونقطة لكن كل كان شيء دليل به هيني تحريف بالورانية حتى تصير دليل هي صوت تأويل بنقطة ولا شيء هو تحريف وقاعد من غير التحريف ولا تعديل تحريف كنا وشيء يقول اللي هي بان لو هل كيسيل قال اللي هي وصفة يوم صفة كلا تقف صرت وحي ذهني قوي دق دق يي ما هي وحكة له تعديل كنا وادي قوي جديدة وأنا كشرح أقول شيء جي وبئر معطلة وقصر المشيد وعيل عدل وعدنا أنا كعبي
إذا مركز صفة إله يديد وضع عدش ومن غير تكييف ولا تمثيل والله وصف والله مرض أوكل ومن غير تكييف تكييف الآن تكييف وضعي هذا كيفية اسمه كذا وكذا إلهي اس صفة كيفية داسي واصدع يا صدع يد الله بويل أيا لي يد كإلهي وكيفية واصدع يا صدع وكيفية دينية كيفية داسي صدو دونا أكاديمو وايو إلهي أسماء دي سي صفات كي سعيد كيفية دين كرتا مجرتو صوبت داتا دي رعلا إلهي سبحانه وتعالى داتا دي سعيد أركتين مجرتو مرة دان إلهي داتا دي سعيد أركتين جرين سفدي سنام حي راعيسا داتا قاعدة بجر تلعنا وحو يعني أسماء أسماء دي صفات وفرع عن دات داتا دي فرع كي تحت دي حد وهو ويراعضا إذا صفة إلهي سبحانه وتعالى عد تلمامي كرتا مجرتو أسماء دي سي صفات كي سورا كرتا كيفية دي واصدا يا صدا مرك الله صبا يوم ما هو اللي كيفية ديني ما هو صدا رسوشا صعو صبا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أي قرآن كان يكسودي بل أحد صحابة كم يدو يلي ما دركتين يا رسول الله محايا يدن له لجي ده مكو حيسا نصوص تشارعي رسولك هو يلي أكسونا ده حد يدن تفسير كده هو قدره يو أود ولي مكو حيسا رسولك أنا محال الله صادر إنه ضدك حقا دهو بياك لتبيننه للناس ولا تكتمونه ضدك هنا دو أبياني سنتك قريني أيا اللي قسوا ديجي رسول حدي هلاك تهي إن لم إن سدى اللي قد عيا هدي هلاك تهي ما هلاك كنوي محمد مدي سكو يجي له بل هذا حق عوكا في رسول ومورن لها رسول إسكجرة يد وحاسا لولجي له إذا حدي قلت هاي هو بيامين لها رسول هو فسري له كتجد رسول هو كتجي يو سدى كد عيا ما هي عطينا إسا إن هذا الناس لا كد يسون يبدأ بعد ذا كجرتين صدع كل عفط لكن مركها كل صفة إن سي إلهي صفات كيسة فواحد يجي دوات هي مخلوقة أبدا مركها قفك قرآن هي الصفة ده مركها سكت مشبه بعضها دوات قلطنطة صوبت واحد كلا سعرين مثبت يم مشبه كلا سعر مثبت هو كالصغة واحد إلهي نفتي سم قصوع قصوع أمن محمد قصوع يا سيدا كداي إيه أن تأويل يتحريف منا أن ولا تيجي كاسا مثبت الله لكن كأدوعة شيء يسمى مشبه وكان شيخ وكهذا يقولي من غير تكييف صفة صب لكن تكييف كذا تكييف هو محي ولله المثل الأعلى إله حق وصفين مخلوقات كيس لكن أضوق في وراك ورن قولي ماني بسنية قولي قاسنا هل كاسوكي ألا أما قولي ماني بنية قولي أنا ربي عينكو يجي قولي قادي بنية ده قولي قادي بنا نوع عنكو عن قولي عين كايا الباب دي سؤال قوي جدا أو صدا يا صدا وصميسا أو قاب كايا كيفية مش هيجي سمي سمي مش هيجي كيفية بعض الشيء تخاف كي صوما وكه تكييف بعضه إلهي مرك أسماء دي سلا كيانا أو اعتراض أو صدا يا كيفية دي اسم كا كيفية دي سوا صدا يا صدا وكه كل ديدين تكييف وكه تكلل ديدين وامحي ولا تمثيل تمثيل وامحي وأضو إلهي كشبه مثل خلقه يد الله بالله يد الله هو مثل يد نبي وسدك عنت النقلون وجاء ربك سدان النقلون ما دون قوي ما ت سفك استاد شكت وتبني علم قبولي تمثيل بك على الله تكيف لكن بلوك قد دوني كيفية دون بشيء يا لكن كيفية ده سنوع عيد ضانتين نقارتها تبني علم وين نقارتها تكرنا وين نقارتها وأوضح لهم أن يا فرق تشبيه نوجرا تشبيه لكن تشبيه هو حين قفلا تمثيلك والله بعض أسويس كل دو دويه وتشبيه نوع ضو إلهي كشبه خلق جيسا وإلى هذا صفة كصدو إلهي وشاكتها وتابني آدم وكله تاني تشبيه بالله تمثيلك هو سيما نيسا تمثيلك كقك عفطان تكييف كل لكن وذكر الكيفية كيفية دي بعض صفين إنسان أما تبني آدم هو كيسي أما تبقى له هو كيسي إن تبلا ما أقرأ لكن صب إلهي صفة له الشاكت صقد دي ماي ما هو حوية تشبيه أبدا صقد دي بعد ذلك جرت عيد أغان كرت أنا مجرد
مركا أمورها سبو شيخ صوت المامو حق عاصمة وصفها إذن إله إنا تصفيصو وحو نفتي سكسي في نبي محمد وكسي في عليه الصلاة والسلام أضوك إلى أن يأفر تامرت تحريف هي تعديل تكييف هي تمثيل بل يؤمنون وحي رمينا يعني بأن الله سبحانه إلهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير آياتنا هذا الله بدي مرد بو إلا دقابنت بلو فرصة ليس كمثله إلهي مثل كيس أوكال شيء شيء ما أي ليس مثله شيء وي شيء توائي سمكي ليس مثله دون وخبر كي كاف كان وسائدا للتأكيد وكفى بالله شهيدا تيوكال أي لا معنى وكشرح وصف وقرأي إن شعر كان وها ليس كمثل الفتى سهير خلق يواسيه في الفضائل إن معناه لو قد عربتي كجرته إن مركة قال كل شيء قال سياديو سقوا معنا كيني لكن حقا يعرفت أن محل كله إذن وحوي ليس مثله شيء إلهي مثل كيس أوكل شيء نمالي هل كان محاكو بحي مركة تكيف منتقي تمثيل له تقي تشبيهنا وتقي وإلهي وحل المثل يبن مجرب مركة سيدي تشبيه يتكيف هذا إلهي أسماء ديس هذا التكيف محاكري مركة تعديل كيف هذا سوما والله صار صعدا وهو السميع البصير يسقو إلهي وحل المثل هي أنو جري أو بخلق قيس لو مثال أيها الناس سميعه بصيره أي مركة معدلو أدنى حركات كقال إن تنضم به وإلهي هو السميع وأنا بصير سمع يا بصر كنا والله وصفه إلى هاي الشيخت ونكو بني آدم جاهي مركا آيات أول كيد وحيد دي دبالي دي لمركا مشبهة دي هي ممثلة دي هو تمثيلة وهي وحي لا مثل هي بمجر إله آيات انت دا دنبنا وحيد صور نقطة معدلة دي إلهي أسماء دي سعدلي وحيد وهو السميع والبصير يسوكم وحي لا مثل هي جرين وحدنا السميع لي هي بصير ني ويا سمع عني بصر كني ما هكا ادو اد موديسو اي بني ادم قد قتقان وكو كما لو اله اي ان تما سيده داتدي سبو اله سبحانه وتعالى اني داتده مخلوق او شبهين وان بين صفدي سلو او شبهين صفه مخلوق ان داتدي وهي سراعيه هي صفه دي باسراعيس ولدا عيد اورنيسا سمع اي بصر كوان سغيا لكن كو كلام ديديا وح فرق يوم دخيا ما جرو كان رسولكم با كو دواقي انا رسولكم أنت بقرآنك بيجيله، عادوا كلا صاري مرقى، ما دام عتر السمع يا بصر بطي بنائد مجمع، أو السمع واحد نص غيام، لكن قال كل واحدة إن لله عشرين صفة، إلهي لبعض صفة نص غي النبي له، أو السمع يا بصر كي حياة ضي إرادة ضي يكجيله، أنت كلامه ما أنت كلام نص غي، أنت المحاضر صوتي، أنت بمونا بشر كله، هذا لا ده أنت نديده وحنديده يا بشر كان إلهي إنه شبهه كإلالنا يا أو سمعية بصر كبشر كمون له فجعلناه سميعا بصيرا إنسان كإلهي بعيد وحنكرد كنا سميعا بصيرا أيه وأنا أتلاحظه ده سمع عنو جيري بصر كانو جيري صوغا يا كي بني آدم يقمع ده تنك على بصدا نكرد سفادة كالبتي بني آدم يقمع هذا ما لا تكمر تعمل جرت مركب وين الضابط يا لط الحق الراعضه وتصدع مركا هو آمنت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه إلهي مركا كما أنفيا ما وصف به نفسه وحي نفتي سو إلهي ومركا وكسفي فلا ينفون عنه كما أنفيا فلا ينفون عنه مد إذا ويا ما وصف به نفسه وحي إلهي نفتي سو كسفي ولا يحرفون الكلمة كما اللي هي كلمة عن مواضعه ميله سيد الله تعالى قال سيد الله دواق معنيه لو قاهان كيمدي كما ليهيان ولا يلحدون من ليهيان في اسماء الله واياته اسماء الله هي ايات كيس الحادنا وين تاسو شيخ او كادو كودن دونا معاني بدن بو الحاد كيمدي تعديل كو الحاد ادو صفه دي بديده و الحاد ادي هو تو كلا كو فسرانا و الحاد لابد أن سبوا أن وعد الحاد وح كل أن وعد الحاد كصوغة أسماء الإله يضب حص مخلوق سيد عسى يو مركب وحويان عسيس كصوغة تيم السلام يدوم بهنجري وحويان منان هو أي مركب إله مقعد يساء ومناطق وصنع يدوم بهين يقوم من المنان كصوغة وهكذا
مركا تاسنا هو نوع الحياة كمدة لكن هو نوع مشركين تيم كأكا للتعديلك يو سفدي يدي دو سدي دبا يا أدون سفدي يدين لكن بدل كذا كأنه وحكة ليلة أنا أنت هو الحياة ولا يكيفون ما كيفية ديان كيفية دوا محيوات صوشي إلهي أسماء دي سفدة إلهي وشاكتو كيفية دي دما شاكا وما إلى هذا كيفية دي دوا صدا يسدا ولا يكيفون ولا يمثلون شيء كيفية دي صورت قارم على الشيء واحد عن صدها ومراد ولا شيء كار شيء كيفية دي إن أدركت الشيء شيء ما كان أدركت من كيفية دين كر ود كيفية دين كرتا إله سبحانه وتعالى عيد أدركت مجرته تاسال كاسك وبح ما كان لبعض الشيء كيفية دي الشيء كرتا ما أدرك لكن مماثل ودق ما أدركت أو نظيره أو قياس قادته ليس كمثله شيء ويبحر تاسنا ويش أقول تكتي إن مركع مد بعدي إنه رسول عليه الصلاة والسلام هو النوش يقول كيفية أو إني هذا كيفية سد يده وصدا يصلا تاسنا ما يجري تا أبدا سد إحدى سو مرة دي ماشى كوب حين تكيف ماشى ما بيجي من يوم محاه لون كليات الإيمان به آمنا أن قوام رمين إله وحاء شيعتي يا رسول كابن أبو جسفي تبني عاد مكان الله مدمها ويا ليس كمثله شيء بعد سفين تيلهم نفتي سكوا سفينا وارمينا عد وكان كرتانا مجرتو وين تين تلاقى ربا لكن انت وحويا اعتراض هذا ما ينال تفسير كذا وعينك تناط قف صر يساعة طب بني عاد من هو إليه وين تبدل وح أوجي يبقف كأنه كان له حرص فرد أو طق لك هنا شيء كل يوم بوجي وح يسق لفتي سو إلهي من نسيه يقولي أو حنك عرر يا تشبي لكن ده تطنع ضلات ضلات من ضيبة وي 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 قطع ومن أد هو أولي من أد أولي إن أنت بضنوا في رصو تأويلات أسماء دي صفات كوي يعني إما كحديث بأوقها ضحك الله حديث كات قصة قطعتين سهل البخاري كان هو كبير إلهي سبحانه وتعالى وحه كبص الله لا بقف أمي تكود وكان دلايو كان كان دلي أي الله بدي بجنة بكلها أي جنة ديكو كل ما رجال كوين جنة وهذا قتل هذا صديقو دعلي مركع كان جهاد بقدد في سبيل الله كان دلي مسلم كا كي كلا مركع واحد دلينا أو إسلامه سجن جهاد بل مدل الله بدي بقى ديكو كل ما ين مركع جنة ديكو كل ما ين إنكو حنجينا مسألة الضحكة ضحكي ويودي ذن إله ويوحد هو خفاء يفضيت بوت المامي ورد تسويت بني آدم قوي وشيء بني إنسان هو بقوة صلاة وحنو قرنين إن مركع وحكة طمبية والله يعبه وعجبه كقص لنيسا إلى هنا وحكة قرسول مجرو تي تنط صفين صوات بشر تي إلهي ما تي إلهي وليس كمثله شيء هي محاد دحكي جمر هذا ديد يا قط شيء كلا الله لك عيب واحد دحكي جوا حلو لجدا هو أبالي وأبالينا يا ويا بجد يرد مجساء وأبى المريض كسو بدينا يا قال نوح ما ينى فعلب وكان الله تر بالله بمر يا نماركس كوك على واحد متى كلام مرك هذا شيء أول يسوع محاد أضرب الضابط ويانو إذا سكوا فقط حق الله سكوا خلافه لكن لكن واحد أرك يسوع مرة ضم يتبط تفسير جونية ولا دقائق هنا يعني يجلفت ويسكوا فقسني تحسنا واحد أرك يسوع عدم الانضباطين المجرم رضا وراء اللي عنشو وأبالي waxa weeyaan malaa'igtu kaga qosliya isaga ma aha intaas oo nabaa maxay tilmaamaysa marka waa taabiladaan isla haysan mid labaad aanu soo noqono sababta dhixiga dhixigaadu diiday waxa weeyaan Soomaa Ilaahay uma cuntam oo bini aadmi baa iska leh de abaalinta aanba waa taqaf oo xiqabto waan ka abaaliya qof qofka aad jeceshay raali baad ka noqotaa intaba ma aanay adigana ka suuroobin de marka kan xageed ka mari marka إذا وحي أتك عربتي بعد كل عادي، مركب واحد كل مستجير من الرمضاء من النار، وقف مركب صمارين حول جل كود كبرة بنجو كبر بورن جل، ولكن شيء كتكتو، أت كيمد لم يضمن أت كل عادو، بحب ما تسوق الدين، هدي لا كل عادو، أنا بدت كوان أبالي أنا بدت كثالي ما كان نقطة، أنا بدت كمركب وحويان، وإنتي مخلوق بقولها، مو بطل كنا كوفا صرت.
هذا ترى ما هنا أبالين ثني يثني هو تو إلهي وقارا ده كوجو ما مدي إلهي وقارا هو هنا ضابط صافية وقف قولي ما هذا هل كان مركا ولا يكيفون ذا ينوجس ما كيفية ديان ولا يمثلون تمثيل كون كصاعد وأضيع هذا كوف صرت صفة إلهي وش تبني آدمي تكييف كي تمثيل كفرق بعوض هاي تكييف كيفية ونقول شيء جيّا نوع عيدوني هالنقطة تمثيل كل وقت هي مخلوق لي تبني آدمي وأكل ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه صفات خلق جيسا كم مثالا لأنه سبحانه إلهي لا سمية له وحرق ما مجره لا سمية له عيد له هل تعلم له سمية المسامي يناظر وأردك ما له إلهي ولا كفء له عيد أردك أنت إلهي ما له كفء وأردك نظير مركا تمثيل كالكوكا إمام حلوغا قياس قاتول أردك على بربر أردك ببجر ولا ند له ند إلهي ما له وكلمات اسكوة ده معنى له ند كنوى النظير أو ندك يوحك لدوان ددك ندك هو كوردك ما ددك هو معارضه وكاسه هرجيلا مركا واحد جرى قف ندك هو كوردك ما لكن أنا معارضك واحد مركا كابو حالورنيا هذا نده هذا كان أوردك ما كان نظير في سوا كان ددك لكن هو محي ومعارضه ويا وانتو كوردك مو مماثل كويه ودنقو معارضين ايا إلهي ندنا مالك ددنا مالك ولا ند له ولا يقاس بخلقه إلهي خلق جيس الله ما قياس قاط سبحانه وتعالى إلا هل قياس كلي لو قلي قياس الأولى أما قياس الأولى قياس الأولى هو لو قلي العلماء ضوي الشيخ قياس كإلهي الجديد وهي قياس العلة اللي نجري أما قياس الشبه أما قياس قال كانوا بشيء مناطق ضوي الشيخ أو يسكون على قياس الشمول كوا إلهي بدنا مساق على صوت أنت بوحي الشيء عن قياس العلة هي قياس شمولك هي قياس كوا صورنا واحد المامان لبش شيء أردنا عنا يسكشبه ووحي أما وحي سكوا إيمانا يعني وجره أما علة كان حي سيجر قياس العلة وهذا كي يسول فقه وصفات ويمك خمر ذو ومحرم كتاب قياس النبي حرام هذا شيء كوحي شيء شكوك لك سوق على ما حشيش شد وك إذا القرآن كله مشي لكن حقي حكوا حالا أنت المميسة وقياسا على الخمر والله يكثر أنت إلا ذا الجامعة دي وما حيوقع إلا ذا الجامعة دي سكيني سنة وما حي الإسكار مكا كوا إلهي لو وهي هذه الجامعة جامعة جلب قياس أولو يقولوا حويان قياس بحن جدا قياس الشمول هنا والله بقوا فرع دح نقضى بعدي لبا فرع فرع لبا فرع ودحيو كنا إيو كنا وإك كو أبطو أيا لراعيا وقياس هذا النوع يكمل الإلهي هو يجي مجرى سبحانه وتعالى الله راعي لكن قياس الإلهي لو استعماله وكهو شرحه وش يقول وحل هذا قياس الأولى قاعدة دي سال كانوا كوجت المام قياس الأولى وأضيع هذا ومضمون أن كل كمان ثبت للمخلوق وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى هديها استشرحها خليل هراس قياس الأولى قياس الأولى حويا ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق كمال كستوم مخلوق وليه وأمكن وأي سورته أن يتصف به الخالق خالق إنه كسفه فالخالق أولى به من المخلوق خالق مخلوق وأوليس إيقا تصالحا سمع هي مقلق ما كمال بامي سواء نقصان كمال بامي سواء نقصان فتكوى ضعا مستهى فتكوى نقصان بديك سمع إيو فتكوى هويا إيو بصر سمع إيو بصر ما كمال بامي سواء نقص وكمال فتكوى حللي هي كمال كاسي أيها كسيه هذه إلهي بها كسيه معدل كمال مرها دي سمع إيو بصر كي هذه حقاك كماليه فمعدل كمال أولى به كي كمال كاكوسية كاغا أوليس إنو ياشو وصدا قياس لكن وحل صعب قاعدة وأمكن أن يتصف به الخالق وقاعدة سي مر والبماها مدريدة مر بيجفتها
وإن كمال كاسي أي سورودا إن إلهي لغو صفي وإن مربي جبتا قاعدة داس ولدك ما كمال بامي سوى نقصان وكمال صمى فمعدل كمالي أولى ما نرى إن إلهي با ولد لمرقى ويبحضي تاس سببتها وحي تنكو بحي سام كمال مطلقة ما هي وكمال نقص كبية ولدك محاضر رشام ده هدو مركات قبودين وكهاجات دوني ساسوما إلهي سبحانه وتعالى نقصاني بكم مرة عيصر إذن هو النقص بات أيو كبايا وكمال نقص كبايا كاس سوجد وكلم الذي عنده سوج بيل هذا يعني عروري مركع عزابته يا أكمل ما ليس عنده سوج مركع صوته ومحي دواء النقص كجري كبايسا لكن إلهي ما لم يتخيد صاحبة ولا ولد مركع قاعدة داس مطلق ما لكن انت بطن كمال كمطلقة ككسيبة كأقل ليس وكان قاعدة قياس ككلية إلهي لو استعماله أما قياس ذلك الإلهي مي ما أدو مركوا هنا ترى هذا على واحد كجر مثلا ده ولا يقيسون بخلقه ولا يكيفون ولا يمثلون بصفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى لحظة لغة قياس قاتها إلهي مجرد فإنه إلهي أعلم بنفسه نفتي سيسقى وأقوم نفتي سيلهي عدك تقعنا مجرد إيو بغيره غيره نفتا دنا إلهي من بعدك كايا قان تيسنا إلهي وأقوم إذا مهو إلهي نفتي سقص فين أي أدى حتى يقلط هاي إلهي بيسكم السفين وينقصان أي جرد لكن أدق مرك هاد أول يسد ليحين يسوع هذا صورة إنسان يعني ماشى نقصان يجرب وكمال وبغيره وأصدقوا إلهي ما أره نما بدن قيلا من جهة القيل هو تمييز إلهي ما أره نما بدن حق القيل في هذا لك أي أصدقوا قولا وكلوا إلهي سقاو قول فنصان وأحسن سقاو هو ناقص حديثا من جهة حديث ور إلهي وشاجنا وور كيس كوا ناقصنا مجرب وأحسن حديثا من خلقي خلقي جيس ثم الدبديدنا مركو إلهي نسهي ووحك صدوه إلي مبادر وقال لك أيام قضية الأسماء والصفات مره دي إلهي عيد كرم شيك سنياني جيل عيد هذا الكيس كصح سنياني جيل دوه النفتي زكو الصفة يواه كمال الدامي وسيدي سيقول دام إياك في قوم مرتبة لبادة رسوشي ثم الرسول هو رسوشي سادقون وأكوي صادقين هم شعبا ومصدقون ونكوي لهم يسطو رسوشنا ومرتبة غبان بخلاف الذين كوي بخلاف سيئن رسوش يقولون عليه إلهي كورنا يا ما لا يعلمون وحاني قرن وحان لا يقوه إن إلهي كصفين أي كواس مركا وخلاف سيئن مركا إن إلهي وقع أقوم بدن نفتي سمجرت سبحانه وتعالى سفضوا مركا نفتي سقصفه وين ادو ديسو يا مركا مرتبه لبعض الرسل اذا رسل الهي بصوت والصادقين والمصدقون دليل كنا مركا واك ولهذا قال الهي وحل سبحان ربك ربي جابا كنسهن رب العزة عما يصفه وحي كصفين يعني نقصانا الهي با كنسهن حمان لنا الهي با كهوفن تاسواته إلهي سبحانه وتعالى في حقه وكان رسوشينا وسلام وحى بدبادس ولا بدبادني على المرسلين مرسلينتي وحى لبدبادني يا مرسلينتي بمعنى سلامة مما قالوه عن الله إلهي وحي كي لهذه بدبادسك وبدبادسين هي درتي مركا وسلام على المرسلين حياة الماميسة وحكى صدور رسولك وكل واقع وإلهي وقصف بدبادي وصح وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعلى شيخ فصبح نفسه إلهي نفتي سون نسهي عما وصف به المخالفون وحكى النسهي إلهي وحي كسفيين كوى خلاف صح رسوش صفات كودن والصلوب ده دي بقول نقطة قلت أهل الكلام مركع إلهي سفين يا أوكل حتى أدو رأيك أن غلم سفين كاس ليس بطويل ولا بقصير وسفين كاس صحيح ولا رائحة ولا اللون
معناه هو محي ما دايرة ما قابنا ما بورة ما دورنا أور مالي ميلاب مالي ما قلتك قلت هذا هو إيه سفوين هالك لغو سفين إيه كمال كود إيه وناك كود إيه كادوا دي قفا ديك سفين قور أما بقر باتو إيه أمان بات وان كو أمان إيه مانت أمان بكو غو غوين إيه بكو أي ما دايرت ما قابلت ما بورنت ما دورنت أور مليه ميلاب مليه قور حاد قور نبفقاس سو أدبين ميسي تقف كاسنة أدبيسة سو مركب محمد متيس مو كأماني كاس وقال له بقول شيء يا مجد هذا هو مركب هذه مكوفر فرصة هذا واحد لقيا بين مركب كتبت وضع داخل ده أيات قرن إسحاق شيخ وهذا الكل وليه فصبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل رسول شقوا خلاف صار وحي كسفيين إلهي سبحانه وتعالى وكان نسيني إلهي سفنا وحصل ما إله وسلم على المرسلين محبت بادية إلهي مرسلين توبت بادية وإلهي وسلام على المرسلين ما ردوا إلهي رسوش بد بادية معناه وحي إلى هذا نوي بد باد سيهن وي إلهي كي إلى هذا ما كان الرسول بوحي إلهي كصفة هرك قاد وصفة إلهي وسلام على المرسلين ولسلامة ما قالوه وكبد باد سن كي كبد باد سيهن ما قالوه وهي إلى هذين من النقص والعيب رسوش وحي إلى هذا عيب نماله نقصان نماله وكبد بعد سنتي وهو إلهي قد جمعه كل مية فيما وصف وحي إلهي كسفيه وحق كل مية إلهي وهو إلهي قد جمعه كل مية فيما وصف فيما وصف نفسه بمعنى وحي إلهي نفتي سو كسفيه وحق إلهي كل مية وسمى وكم رعاوي وحو إلهي كل مية به وسمى به ونفتي سكم رعاوي وحو كل مية بين النفي والإثبات أسماء دي من ولي كجرنا إلهي وحو نفتي سكو سفيا ما وكم رعاوي الله ما يضم بين قضان نفي إثبات شيء ديده ونقص شيء صغاي وكمال مثل سدها المجر وهو إلهي قد جمع وحو كل مية فيما وصف وحي نفتي سكسي فيه يو وسمى به نفسه نفتي سنه وكم مقعام صفات اي مقع وحي الهي كل مياه بين النفي والاثبات ديد ما يصغد ديد ما هو وحي نقصان كجرت الهي صفات وصغ انا وصفات كمال كلام فلا عدول لا حشا لا لا حنكر ما جرت ولا اهل السنه اهل السنه اصغا والجماعة عما جاء به المرسل وحي مرسلين تأيلي مادين كالليحة شاعت كالليحة مجرو فإنه جد كاسي أي لي مادين أهل السنة والجماعة أي قاتل الصراط المستقيم فإنه جد كاي رسوش لي مادين الصراط المستقيم وجد كي توصنا صراط الذين كوي جد كو ديويان أنعم الله عليهم إلهي والنعمي وأياء كبيان سن من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن تصل إذا كان كل شيء دون النفي إثبات كأدلة دي بكير دون أسماء دي صفات كإلهي لا بد من بين الله إما النفي وإما الإثبات أدلة نوع صابرة وقد دخل في هذه الجملة وقد دخل وحصاق علي في هذه الجملة جملة وحصاق لحق العيا جملة دي مركب جملة دي باب الأسماء والصفات النفي إثبات كيس بكير وحكو جرى وصوغ العيب ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص أسماء الإلهي وكسفيه نفتي سورة الإخلاص التي سورة دا سورة تعدل غردق أنت ثلث القرآن وقبي قدوا بقى بداية إلى نهاية سفى إلهي سفى نفسه حيث يقول إلهي وحبيه قل هو الله أحد قل واحد ترى هذا هو شأن قال لي سوي ديني النبي محمد أي كويديين وحويا الله إلهي أحد وتصف دي وهرس إلهي وأحد أحد نال مركة إلهي من عندك الله لك مصفه أحد ويا وكلي كلي معناه محال قوضة وأحد في أسمائه أحد في صفاته أحد في ألوهيته أحد في ربوبيته عد لو ذاك تنتع مجرته وأكي وكلي إدلو واي مشارك هدوله أحد لم يلهي مشارك ملك الله إلهي السمد والسمد السمد وصف آدي أدوه
عبد الله بن عباس بفصيرة وحي السمد وك كذا ما يسترمي من جميع الجهات وجهان نقصي كسوق الأنباء مجرو سدا سود ذا دبوت سيد نما شرفت عظمة حلمك قد نما جبروت كي يأود علمك هي حكمة أنت بو كذا ما يسترمي وتفسير يا بدنو وكشر حقه وش هذا ووحي اللي للسماء تفسير كذا ومحي وحي عبد الله بن عباس السيد الذي كمل في سؤدده والسيد كسيد نمدي صدما استرنتي والشريف الذي كمل في شرفه وحوي بيري شريف كان شرفتي صدما استرنت الذي كمل شرفتي صدما استرنت والعظيم الذي قد كمل في عظمته وكي وين اي وينيغي صدما استرنت الحليم وكيد القات كبرنا الذي قد كمل في حلمه حلمه صور دمايستر والغني الذي قد كمل في غنى والجبار الذي قد كمل في جبروته جبروت كسي أودي صور دمايستر والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمه وهو الذي قد كمل في جميع أنواع الشرف وسوده وصفة قالية وين أويا قدمي إن تبكي كدمايستر ميوي مركز سمد وصفات تفاصيل كلا نوي كتيرين لكن تفسير ابن عباس هو كاس مركز أحد يسمد من نفي ما مسوى إثبات وإثبات نفي جنواك إذا هو قد جمع بين النفي والإثبات لم يلد لم يدلين إله والنفي إذن إلهي والد مالي هل كاس هو النفي الوالد وهي والد كأديب أبوك دالي وحي مركا تلماميسا إن أدناقص تحي وحي حلقانو كل المات جرين بأ إلهينا جريتان كيسو وأبدي يأزل ولذا ولد والد الكاسو إلهي سبحانه وتعالى نفتيس وكغأم فيه ولم يولد لم يلد مدل وولد كي طوري لم يلد ولم يولد لمدل ووالدك لابد بصاصي كبحي مركا ونفي كيتاس نفي الولد نفي الوالد ولم يكن له إلهي ملك كفوا قفوا دقما أحد نبو تاسنوا نفي الكف ودقن إياه النظير مركا سفوين كم حيث بوجرن هذا إثبات إياه إياه النفي إياه وما وصف به نفسه وما شيء صغر إياه معناه واحد قعد فانتهي وما ذو جملة هرائي وقد دخل في هذه الجملة جملة واحد صغر إياه جملة أسماء وصفاتك ما وصف به نفسه من صورة الإخلاص وما وصف به نفسه يوحي إلهي نفتيس وكسفه صفاتك إلهي وكسفه نفتيس في أعظم آية في كتاب الله آية دوغوه كتابك إلهي وسورة دي سورة دوغوه كتاب آية دوغوه كتابك إلهي وسورة آية الكرسي حديث كسحيح كجري إن تهي أعظم آية في كتاب الله حديث كسحيح المسلم بغري وحنا السؤال شالوا ودي أبي ابن كعب رسول كأو عقولي أي آية في كتاب الله أعظم لو جرب كعل علي الله ورسوله أعلم بي لكن رسول كوك علي فهددها لو جرب السؤال شك علي إلا وجود بينه يلي آية الكرسي وآية الكرسي دي. رسول كوك عن تكساري مركع قرب كيس صحابي جاس وعند كويل علم جابوته نيدي يقول أبل مندرو أنا بدك قولي ستيوي وقعت آيات إلهي وحده الله إلهي لا إله إلا هو إله حق له عبده مجرى إلا يسلم وياه الحي وتصف ديو الرئيس الحي ما إلهي حياة النفتي سكسفي الحي صفات كان مركا إيغو وحي النفي وحي إثبات تسوى إثبات القيوم قيوم وصف آدوي إلا علماء قاركود إلى هذين وهو اسم الأعظم كإلهي لغو بريو يا حي يا قيوم حي قيوم وحي علمته إلى هذين تفسير كيدو حويان القائم بنفسه المقيم لغيره وتفسير دمايستر القائم بنفسه معنى هذو حويان لا يحتاج إلى شيء شيء ما بعنى إلهي المقيم لغيره كل شيء يحتاج إليه شيء والبوي والباهين
انا مر خلاص وقه هو محي نقول قيوم الهي شيء وباهي هي ما جرو شيء والبني الهي وباهي وتا قيوم مر وصف ادي ادوين مركا الهي مركو كسفي نفتيس حياته نولو يا القيوميه او شيء وباهي هي ما جرو شيء والبني اسو وباهي و الهي دبا دغاي لبا صفه او حياته يا قيوميه ده كهورتيما او نقصان كو إمك هذا عضو أضنوشة، لكن إمك هو حلقة بعد وتصحى، أو يبركع نلوش هذه، من ناقص بام يسوى كامل، والناقص ويوتصحى، قف صحى ده نوح الله وحكا أكتيس كذا عيا ورك معي، والديمان والديمان شاك هضم بيسان نلوش هذا، إلهي سبحانه وتعالى حي الله يموت مدنت، إذا حياة ده إلهي سبحانه وتعالى نفتي سكسي فيه، هي قيومية ده نوح كمال هلك يودن بيجوين، غيرنا كمال الرئيس كمان هضم بيسان. كردنا كما جرت ولذا إلهي بقولي لا تأخذه سنة ولا نوم إلهي اللولا ما قبطه اللولا سنة هو مقدمات النوم وهردنا بلا وجيدة هرين ولا نوم هردنا إلهي سبحانه وتعالى لو مصفه إذن لبدي صفه هرين الحي القيوم وإثبات لا تأخذه سنة ولا نوم ونفي نفي السنة والنفي النوم لا بد بإله نفتي سوه الدين له ما في السماوات وما في الأرض عرابك وحك جري يدرك وحك جري بإله يبعلم من هو أي ذاك الذي كاسو يشفع عنده كان أكتس شفاعة قادة يواهي شفاعة دواء أبواب تعقيدة وانا نقوار كتانا لكن شفاعة عندنا ما قادة سلم أولن عد كستو إلهي كشفاعة قادة سلم قلت إلهي باو إدمي مركو إلهي وقلان بغفك شفاعة قادة قاعد هذا هي جرت رأى أن العلماء ضيّد أن وش في عقادة ما شو يوض ضيّد يا شيخ خا قيل إلهي هو ويد ما يو كجرو ورك ما هيس مرام ما قرن كرت هذه حتى يسق الله يد ما ينو شف في عقادة هذه بو هبل كلا شف في عقادة إن الله كم تهاي إذا كنا شف في عقادة إن إلهي باو قلاد كاو شف في عقادة إن إلهي باو قلاني لا بد مرك إن الله كجرو يسوع ورك ما هيس إذا إذا بهو باهنتي إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلهي وحوقيه خلقه وحكه الرأي هذا عين هي وحكة ضمبية دعيتون إلى أغيب ولا يحيطون بشيء من علمه إلهي علم جيسا شيء كم يضي كوابي كرانضتك مجر إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض كرسي جيسو كواسع سيئة سماوات كي يدرك أعلم كرسي كوي كرسي كما جرى اسماء وصفاتك اي نوغسو درين مركا ترينيسان كرسي هو مخلوق مخلوقات كإلهي كمدين سقي عرش هو مركا كرسي هو كم بلانيه سماواتك اي دولك حديث باوحوها حدي تضبض دول اي تضبض السماوات وحيكون نقان ايان كرسي سيدي دور درهم او نغو توري توريس توريس هو قاشان falkan gaashaanka dagaalka lagu galo aad buu balaadhay oo weyn oo todoba shilin ama shilimaad iyo dadka hore karnay arurta waraaqoon bay ku soo gaareen ee todoba shilin oo lacagti shilimaad ahayda oo turs iyo gaashaan lagu duldaadiyay ay ka gaari marka kursi rusaas samawaadka ku noqonay waa samawaadka todobada iyo samawaadka marka waxa weeyaan ee dhulka todobada كرسي سيدا وينينا حديث كوحول عرش كوكونا بانيا سيدي فرقاليار فرقاليار حديد حلقة بالي حلقة بالي دي حلقة وحكا ستوري اكسنو اما لك تلوحدا اما قوار تلوحدا اما قعان تلوحدا اما ججين تلوحدا وحكا ستو فرقال بكا سوقات ساعات بكا سوقات دوبي بكا سوقات اولو توري لول سحراء وبهقوية اي ولو فير سماكا وكرسي ويني قالها aya isaguna arshiga saaxu noqonay marka waad garan kartaa marka ee weyniga uu leeyahay kursigu iyo arshiga ilaahay subhanahu marka waa makhluuqaadka ilaahay ee kuwaas ee ma aha sifaadka ee waxa weeyaan ee kuma jiraan ee walaa yahuuduhu dibi ma yan xifuquhuma arshiga iyo samaawaadka inta leeg iyo makhluuqa inta leeg ilaahay xiftigoodu ma dhibayo mana allah yashuqu حفظهما وهو العلي العظيم صفات كي إثباتك آيات محيود بيسيس العلي وكسرية إله علو علو هو النص أصعر والله بقى يبقى علو الذات هي علو
علو المكان علو لبدو علو الذات كل يوم يقارقوا الى علو لو جدوا علو الذات بيدان علو المكان كي ديدين وا قله ذاتدي سو عالي تعالى اسمه هيستو جميع الطوائف علو المكان الهي باولي نفتي سكسفي فوق عرشه لا يخفى عليه شيء اظن وحك قرسون الهي سبحانه وتعالى مجر علو يقول هل كيسو كو يمن طونا العظيم الله هو الهي وعظمتنا وصفاتك الهي اذا هو لبا صفه اثبات علي يا علي وقوله سبحانه هو الاول والاخر والظاهر ايضا ما شاء الله صفات كان كو جيرنا انه اخره والله سبحانه وتعالى اعلم.